بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى الدين. من السنن المهجورة كذلك مسح أثر النوم باليد، كما جاء في الحديث الطويل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. هذه سنة مهجورة لا يعرفها الكثير. إذا استيقظت قبل أن تذهب إلى الوضوء وقبل أن تتوضأ، اجلس مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وامسح النوم عن وجهك، وقم بنشر هذه السنة.